بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. محمد مرعب يحييكم من ميت حبيب دوت كوم. النهارده معانا مع درس جديد من دروس الفوتوشوب. النهارده هنتكلم عن عمليه السكيلينج في الفوتوشوب، يعني تصغير او تكبير الصوره. خلينا نروح على طول الموضوع عشان نشوف الفكره. عندنا الفوتوشوب، لو انا عندي الصوره زي ديت مثلا اهيت، لو صوره عندي زي ديت، خلينا اعمل نيو لاير بحيث ان اعمل دوبليكيت للاير، سوري اعمل دوبليكيت للاير. لو انا فرضا مثلا عايز الصوره دي تبقى صغيره شويه، يعني انا لو عندي مقاس وعايز اخلي الصوره دي صغيره او اخليها كبيره، طبعا لو انا عايز اصغرها بعمل كنترول تي او كوماند تي، او بروح على اديت وباخد ترانسفورم سكيل وبحاول بضغط Alt. وانا بضغط Alt على الكيبورد بعمل سكيلينج، اصغرها او اكبرها. لو لاحظنا ان الصوره لما بتكبر او بتصغر الصوره بيحصل لها حاجه اسمها ديستورشن، يعني الصوره بتتمط او شرينكس، يعني الصوره ما تبقاش طبيعيه زي ما انتم شايفين، اهيت بتبقى غير طبيعيه. الطريقه المثلى للعمل السكيلينج، لو انا عايز احتفظ بشكل الصوره زي ما هي، بروح على اديت وبختار حاجه اسمها كونتنت اوير سكيل، بضغط على كونتنت اوير سكيل وبعدين بضغط Alt اهوت. زي ما انتم شايفين الصوره الصوره اللي في النص ما اتغيرتش، زي ما هي اهيت، زي ما هي، تمام. مره تانية نشوف الفرق. لو اروح على اديت او بضغط كنترول تي او كوماند تي، شوف ديت اللي هي السكيلينج العاديه بتخلي الصوره ديستورتد. انما لما بروح على اديت كونتنت اوير سكيل اهيت، بضغط Alt على الكيبورد، شوف الصوره زي ما هي او حتى اكبرها تفضل زي ما هي. طبعا ما تكبرهاش قوي لان الموضوع يعني الصوره هتبان ان هي اوريدي ديستورتد، انما اهوت بيساعد. شفت الصوره ادي اهيت، صغرت الصوره فضلت زي ما هي. ادي الصوره قبل كده وادي الصوره بعد كده، لو انا شلت الصوره ديت بنشوفها اهيت، تمام. طيب لو رحنا على صوره تانية مثلا زي الصوره ديت، الصوره ديت يعني انا هي بلاك اند وايت. خلينا مثلا نعمل سكيننج للصوره ديت، برضو بوريكم تريك. انا اوريدي عملت او عايز تعمل، لو انت عندك الباك جراوند بتضغط كوماند جي، كوماند وحرف الجي بيطلع لك، بتعمل دوبليكيت اللاير، بقف على اللاير ده. لو انا برضو عملت سكيل ضغطت كوماند تي او كنترول تي، بتلاقي الصوره ديستورتد، هي تبقى عاملها يعني بخليها سو سكيني او تو فات. بعمل سكيب، بروح على اديت اجين كونتنت اوير سكيل وبضغط اهي، تمام. بس قبل ما اعمل ده، في حاله الصوره ديت لان فيها شخص معين، لما بضغط على اديت كونتنت اوير سكيل بروح هنا فوق، هنا بلاقي رسمه شخص موجوده فوق. معنى الايكون ديت اللي هي موجوده اللي هي على هيئه بيرسون او شخص، ان هي بتحاول تدور في الصوره تشوف الاشخاص اللي في الصوره وتحمي الصوره من الديستورشنز. فبضغط هنا على ديت وبضغط Alt على الكيبورد، مفتاح Alt وبعمل اهوت. زي ما انتم شايفين الصوره زي ما هي، ما حصلهاش اي ديستورشن. عملت سكيلينج للصوره، صغرتها او حتى لو كبرتها بتفضل الصوره زي ما هي، ما بيحصلهاش اي تشويه. لانك انت لما بتعمل سكيلينج او ريسايزنج بالترانسفورم تول اللي هي العاديه، بتعمل ديستورشن للصوره. هذه هي الصوره زي ما انتم شايفينها اهيت، ادي قبل كده وبعد كده. طبعا ممكن انسان يقول طيب ما انا ممكن اعمل لها كروبنج، يعني ممكن اعمل لها كروبنج كده وخلاص وانتهت اهي، ايه اللي فيها؟ لا، المشكله ان انا لو انا عايز احتفظ بالديتيلز الموجوده في الصوره، يعني شايفين هنا في الكورنر هنا في زي اللايت ويندو، هنا في الروف، هنا في سام ديتيلز، هنا في ديتيلز، هنا في ديتيلز، هنا اللي هم الكراود الموجودين، يعني هم صاحب بلور، انما في ديتيلز في الصوره. فانا مش عايز اعمل كرابنج للصوره، لان كرابنج للصوره بيضيع الديتيلز ديت، فبيضيع منظر الصوره. انما علشان احافظ عليها فبعمل لها سكيلينج
بال content aware scale، فبالطريقة دي بحتفظ بالديتيلز وبحتفظ بالصورة إنما في السايز اللي أنا عايز. طيب لو روحنا لصورة أخيرة، الصورة دي طب فرضا أنا عايز أعمل scanning للصورة دي بس مش عايز يعني أعمل scanning للبوت أو القارب اللي موجود ده، فبعمل إيه؟ بروح مثلا بعمل selection بطريقة سريعة كده بس علشان إيه الوقت. انا بعمل سيليكشن هنا اهوت، بعمل سيليكت للقارب اللي انا مش عايز يعني ااثر عليه بالسكيلينج، وبعمل رايت كليك وبختار سيف سيليكشن، وبكتب مثلا اي سيليكشن، مثلا بقول مثلا ايه ماي سيليكشن كويس، بعمل كنترول دي او كوماند دي علشان اطلع بره السيليكشن. بعد كده بعمل كنترول جي عشان اعمل نيو لاير او اعمل دوبليكيتر، سوري بعمل دوبليكيشن لللايرز اللاير اللي موجود عندي اهوت، وبعدين بروح على اديت وبختار كونتنت اوير سكيل. فاكرين في الصوره اللي هي ديت احنا اخترنا العلامه اللي هي زي البيرسون الموجوده فوق، في الصوره ديت اما بختار كونتنت اوير سكيل اهي انا ما بختارش العلامه ديت، لا بروح على بروتكت وبقول له احمي ماي سيليكشن، السيليكشن اللي انا عملته قبل كده بقول له احمي السيليكشن ده، يعني لما تعمل سكيل الصوره اعمل سكيل للصوره كلها، انا مخلي السايز بتاع البوت على قد ما تقدر زي ما هو. طبعا هو لما بضغط كوماند مفتاح الت على الكيبورد وبحاول اعمل سكيلنج بتلاقي ان الصوره بيحصل لها سكيلينج انما القارب نفسه ما بيحصلوش اي سكيلينج، اهو فول زي ما هو، اهو كمان اهو تمام، او حتى لو كبرت الصوره اهو كبرت الصوره بيفضل اهو. لو انا ضغطت الصوره مثلا وحاولت اهوت اهو، فادي الصورة قبل كده وادي الصورة بعد كده، بحس ان القارب نفس الصورة. Content Aware Scale هي تولز جميلة جدا 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 في الفوتوشوب، وادوبي بصراحة عملت شغل كبير ان هي دايما بتحسن الاداة ديت، وفيها امكانيات كبيرة جدا وبتنفع في حاجات كتير جدا. اتمنى ان يكون الدرس فيه افادة ليكم وان يكون سريع وبسيط، واذا في اي استفسار ياريت تكتبوا في الكومنت تحت وان شاء الله بنرد عليكم. مرة تانية محمد ملعب يحييكم من ميت حبيب دوت كوم، ونشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.